بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أسباب انفصال المشيمة عند الحامل. طبعا أسبابها غالبا تكون بسبب ارتفاع شدة الضغط في الجسم، وأيضا الضغط الخارجي على البطن. مثلا لو المرأة الحامل شالت أشياء ثقيلة قد تؤدي إلى نوع من أنواع التقلصات العضلية، تضغط على الرحم مما تسبب تقلصات عضلية قوية جدا مما تؤدي إلى سقوط الجنين، وهذه أحد الأسباب المهمة. وأيضا عدم ثبات الجنين في الرحم ممكن تؤدي إلى نوع من أنواع يعني سقوط المشيمة، ونوع من أنواع يعني التحتك الداخلي أو عدم الثبات للمشيمة. وأنا أنصحكم يعني مراجعة الطبيب مباشرة عندما تحس المرأة الحامل بأي نوع من أنواع الضغوطات على الرحم، هذا أفضل لفحص يعني الجسم بشكل عام. يعني إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.